السلام عليكم. حكينا بفيديو سابق ماذا يحدث في دمشق، وحكينا كيف فايز كنفش ويوسف قبان الأخوين غير الشقيق عاميهينو السوريين والمسلمين والعرب بفيديوهات المستفزة، أقل ما يقال عنها إنه هي مهين. وجبنا بعض مقاطع الفيديو وصورنا بعض المقالب اللي بيسويها فايز كنفش بدمشق، واستغربنا، وأنا مستغرب كيف لحد اليوم فايز كنفش عم يقدم هيك فيديوهات جوا دمشق، ومين عطاه الترخيص بهذا الموضوع. إلى حد هنا من كم يوم طلع خبر على أنه فايز كنفش في قبضة الأمن بجرائم معلوماتية. هذا الشيء كان لازم يكون من زمان، والحمد لله الحمد لله انه صار. وبتمنى من كل اليوتيوبرية اللي بيهينوا الاسلام او العرب او السوريين او المصريين او اي فئة من العرب او السوريين او المسلمين بيهينيهم بفيديوهاتهم او بمقالبهم البشعة والمستفزة والمهينة، بتمنى انه اليوم قبل بكرة يتوقفوا، لانه شيء عن جد بشع ومهين. الحمد لله انه توقف فايز كنفش، ومثل ما بيقول المثل الله يلحق السطل بدله، ان شاء الله يتوقف كمان اخوه، لانه بشع مقالبهم وبشع فيديوهاتهم وبشع اللي عم يصوروه واللي عم يعملوه. ممكن تقلي انت كيف عرفت؟ طبيعي يعني بالمقترحة تبع اليوتيوب يطلع لك هيك فيديوهات مستفزة. سلام.